ما شاء الله. الستة ماسكين موبايل وقاعدين. ما شاء الله عليكم. هذيك كل واحد خاف داك سميتو بحال قاسي في داك الحائط ديال البوك. لا وما انا معاكو برضو يعني. كل واحد خاف تليفونه وقابطين هكا وكاملين ما كيعرف ما كيشوفش كاع اللي في جنبه. لا هاد التكنولوجيا هتحمقنا اقسم بالله. لا دارت حالة دارت حالة في عباد الله دارت حالة. هي ليها مميزات وليها عيوب يعني. ودابا وليت دابا كتعيط فيما تعيط ليه كتلقى حتى الولد الصغير كنلقاو حتى هو قابط سميتو. ده بيخش بالحمام حاجة. كده كلنا كل واحد أيوة. بس احنا لما تيجي تفتكر احنا يعني انا بتكلم على لو سن الصغير لما كنت قد سامي مثلا كنت اخش بايه الحمام بامي وانا صغير كنت بخش بامي. ما كانش تليفون. احنا كنا ندخلوا الحمام الجرنان ولا بالضبط ندخلوا الجرنان اصلا كمان ضروري. احنا عندنا ضروري كنا ندخلوا مجله ولا الجرنان معاك في الحمام. الحمام في ناس كانت بتخش بكوبايه القهوه عندنا في لا مصر. لا يعني مثلا لو ناس كبيره كوبايه القهوه والسيجاره في الحمام دي بقى بصي الصبح كده وانت لا 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 احنا عندنا لا احنا كنا في العرض ديالنا ما تدخلش الماكله كيقول لك ملي كتدخل لا الماكله حرام ورا القهوه ورا دخلتي ايوه هذاك الشيء اللي كاين وحنا في كيتسمى بيت الراحة شي هذاك الحمام كنقول له حنا بيت الراحة انا هو اللي كترتاح فيه كل شيء وتدخل الحمام ما تنسى كل شيء كل شيء اخوان كل حاجة عطى حق الحمام عطى حق خلاص احنا موضوعنا النهاردة عن وزارة الصحة ولا الصرف الصحي لا زعما حيت التليفون دابا التليفون ملي كتدخلوا معاك للطواليت وانت كتغدى وانت خارج اصلا لو احنا فكرنا فيها كويس اصلا الموبايل والحاجات دي كلها ما انت لما بتفتحي مثلا تفتحي حاجه تيجي تبصي مثلا في بوست ممكن يكون مكتوب في البوست اللي انت قريتيه مكتوب فيه كلمه الله حرام ولا مش حرام؟ حرام تدخلوا معاك حرام تدخلوا معاك ايوه حرام تدخلوا معاك ما بقول لك عشان انا بتكلم ان الموبايل يعني ماشي دابا المشكله ماشي غير الحمام دابا ولا في الحمام ولا انت كتاكل وانت هز والاسرار كلها في الموبايل كل الفضايح كلها في الموبايل كلها في الموبايل دابا المشكله ديالك حياتك متنقله في الموبايل لو دلوقتي يعني زمان طبعا ودلوقتي شوف الفرق بقى ما بين مثلا ايه لو في عزاء مثلا واحد توفى او ابو واحد صاحبي توفى بقاء لله بقاء لله قطع صلة الرحم مثلا هروح اعزيه مفروض ان انا اروح له تاني لا بكلمه بقى كنقعد شفت الميساجات كتشوف الواتسابات كتشوف هذا وكيقول لي جمعه مباركه وحنا ما كنشوفوش جمعه ربي خلقها سماها جمعه باش الناس تجمع والتحاب وصله الرحم جمعه كيصيفطها لك في الواتساب كيصيفطها لك في سميتو جمعه مباركه وفي العيد احنا ما مجمعين كل سنه وانتم طيبين انا صافي ما كاينش كتصيفطها لكل شيء وحده كديرها وحده كديرها لكل شيء كدير ليها كوبي كوليل كل شيء كله دابا تلقى جوج مجوجين حتى مرتو ما عارفه شنو كيعجبها ولا ما كيعجبها حتى 24 ساعه هو على الموبايل ولا بغاو يتواصلوا يمكن راه كيتواصلوا غير بالتليفون هما راه بيناتهم غير انا عم عشان بس بنتك بتلقح عليا مالا ما كنلقحش عليك انا غير كنقول لك لان الموبايل النهار كامل واحد 24 ساعه 24 ساعه راه بزاف شغل شوف هذه الجريمه لا شغل ولكن عاوتاني تحياتك عندها حتى هي مهمه راه ما تقول لي الشغل دابا كل شغل ولكن حياتك شغل حنا من هذه الدنيا هذه راه حنا كنا في الهوا سوا كنا غاقين كنا في هذا السياق حبيبي يا زوز شوف راه ما بقاش حبيبك دابا هذا ولا خبيبي يخرب بيتك لا زعماك الموبايل اخر هو فيه حوايج اللي زوينين ولكن احنا ما كنستغلوش داك الزوينين وهي كاين واحد القضيه خصنا نشوفوا الله شي شويه راه ماشي غير نديو في هذا كاين فيه بيسحل فعلا نشوفوا شويه دابا كاين اللي كي المدن كيودن واحد راه قاعد كي
كيتفرج ولا قالت كي كنا راه حنا كنا راه حنا احنا احنا كنديروا يعني مثلا يعني احنا في فيديو ولا فيديوين عملناه والناس قالوا لنا عندهم الصح عندهم يعني والله برضه يعني قالوا لنا الاذان وحنا بقينا ملهيين في الهضره عندهم الصح باش تعرف المصيبه فين دانا وصلنا حتى الصلاه وداك الشيء ما بقاتش عندنا الوقت ديالها كتخلي تيكمل دابا هي الصلاه كامله ما كتاخذ منها حتى 25 دقيقه والتليفون كنجلسوا فيه 24 ساعه على 24 ساعه وما كنعياوش ما كنعياوش ما كنعياوش يا ربي تسمح لنا ويهدينا غادي يتابعوا ما عرفت فين غادي يخرجوا فين وما نخرجوا غير الهاويه ما نوصلوا راه دايرين بحال داك هي المحشر شي كل واحد قبط هذا ما كديها لا لا بجنبك ما كتشوف دابا بحال الولد ما يشوف لا با ولا أيوة يا عم انا في مصر ممكن ابعت لاختي في الاوضه اللي جنبي اقول لها تيجي ميه انت بتتكلم في ايه على الموبايل دير بحال هذاك اللي ديما كي ديما الويفي نهار اللي تقطع الويفي مشى الضو عاد جلس مع دارهم قال لك والله الا مولين الدار الله يعمرها عاد عرف عائلته كي عاد عرف عائلته هو ما كانش كيعرف عائلته كاع كي داير كيشاف عارفه يا انت عارف هقول لك على حاجه ساعه الثوره اللي حصلت في مصر 2011 النت اتقطع والتليفونات اتقطعت قسما بالله مصر يعتبر 90% من المصريين كانوا بيكلموا نفسهم عشان الموبايل مش شغال احنا خلاص اتعودنا موبايل شوف طب انا اعمل تليفون بلاش نت مفيش اي حاجه انا كنقول لي المخدرات غير التكنولوجيا هو الموبايل دابا التلفزيون لا مخدر كيلعب على العقل دابا راه ولاو انا ديك النهار قريت واحد المقال على هادشي ديال الالكترون الناس كيخدروهم قالت كيتخدر ب ودابا حنا التلفازه ما بقاوش كيتفرجوا فيها التلفازه الناس ما بقاوش كيتفرجوا فيها انا ما بتفرجش على التلفزيون كلشي في التليفون لا اي حاجه كتنقرض ايوه اي حاجه عايز تسال عليها دلوقتي تخش الحاج جوجل صايق تليفون غادي التليفون طالع في الطوبيس التليفون غادي في التليفون غادي كتهضر في التليفون مصيبه لا تدير فيديوهات وعاد ولا الفحن بالتليفون والمشكله عاد الناس كيبيعوا لا والمشكله وكيتباهوا كيتباهوا هذا عندي هذا كنسكن اللي ما لقيت ما ياكل وحنا كان والواحد كيبقى يتباهى لا ما بقيتش كتقرا واللي سالينا في الضيله الدراسه تسالات ما بقاش قرا انا مولاي تبي الكتاب مات الكتاب اللي كنا نشتروا ونقراو ما بقاش لا الكتاب اللي جا ينقرض هو التليفون دابا التلميذ ما بقاش يعمر عقلو ويمشي يقرا كتاب ولا يقرا كيجي كيلقى كلشي في دايرين لهم الالعاب دايرين لهم في التليفون كتلقى الدر الصغير ما تجي تغدا حتى هو هذا التليفون ما كيجيب حتى في كرتو هو واحد عندنا هو بحال ولدنا الصغير نيت كلهم الدراري ولاو هذا هو المصيبة شوف كنا في الهوا توا كنا غارقين في هادشي ونقولوا النصيحة قراتنا راه حتى حنا خارجين راه دايرين الخشوع وهذاك دابا شنو يجعلنا نهضروا شنو يجعلنا نهضروا صباح الله وحنا مجمعين واحد فينا ما جالس مع واحد حنا جالسين بيت واحد وواحد فينا ما مجمع مع واحد وهذا الشيء علاش دابا حنا اجتمعنا دابا كنهضروا هكا راه الويفي خسرنا لا ولكن ما ماشي كنقصدوا شي حد حنا كنهضروا كنبداو من راسنا لا كنهضروا على الاخلاق اللي فينا شوف هذا الموضوع شوف ما وجهش لا هذا الموضوع كنوجهوا لينا احنا برضه احنا الاولين يعني هي الفكره ان احنا بنحاول نجيب يعني شوف ايام زمان كانت عامله ازاي برضه وشوف دلوقتي لا كاين كريتو هادشي دابا موجه لينا حنا قلنا حنا شخصيا دابا كنهضروا على راسنا كري راه كان حتى التلفزيون في 11 د الليل كيتالي لا كان محيد كنتي كتشبع نعاس وكنتي كتقرا كل حاجه وكنتي تنوض الفجر الواجب الديني وكنتي كلشي كدير وكنتي كدير صلاه الرحم يعني انا افتكر زمان لما كان حد يتعب كان ما كانش فيه بقى التليفون كان ابويا كمان بيحكي لي يعني كان يقول لي يروح ويزور المريض دلوقتي بمسج او ايه الاخبار دلوقتي تمام تمام بقيت احسن هي وصل لواحد حتى لوالدي والديه مريضه ولا باه مريض ولا اخته مريضه امضره كي بقيتي ماشي التليفون ماشي هذيك اللي كنقولوا الاصول اللي خصها تكون ماشي هكا خصك تمشي حتى لعنده توصل حتى لعنده برجليك بس هقول لك على حاجه برضه زي هنرجع لنقطه ان زي ما هو ليه عيوب ليه مميزات كبيره يعني انت مثلا انا اكون في مصر عايز اكلمك حل الدنيا عايز اشوفك
حل الدنيا بلا ما صرت لي واحد الميزه. ها انت دابا انت عرفوك الناس عن طريق التكنولوجيا. ايوا يحبوك الناس وما كاينش. ما انا بقول له ما يشوفوش على طريق هذا ليه، ولكن ليه العيوب كثار من المميزات. ولا حنا يمكن الغلط اللي فينا ما كنعرفوش نستخدموه مزيان، ولكن حنا هو مزيان ولكن حنا ما كنعرفوش نستخدموه في الصح. لا خصنا ننقيو نشوفوا الحاجه اللي 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 كنستافدوا منها، واللي كان اللي كتعرفنا على حوايج، كتعرفنا على العوالم كلها. كتشوف القاره كاملين كتمشي لسميتو غير في التليفون، واخا ما كانش عندك الامكانيات باش تمشي لشي بلاد ولا تمشي لهذا، كتجي تشوفها بسميتو حل التليفون انت المباشر على العالم كله. وتاخذ لا من ناحيه الثقافه الدينيه، ولا تاخذ الثقافه ديال المجتمعات، ولا المهم كتسارع انت، انت قادس هنا وراه كتسارع العالم كله. ولكن كاين الجانب الاخر اللي ولينا فيه قابطين النميمه، هاد الممثله طلقات، هذا انتحر. ولكن لا نقول واحد الحاجه، واخا حتى دابا ها هو واخا حتى نخرجوا وكنمشيو نتساراو تليفون في وسطنا، ما كنستمتعوش بداك الشيء. غادي في الطريق وحنا هازين التليفون، وصلنا للمدينه وحنا هازين التليفون، ما كتستمتعش بداك المنظر. كاينه ولا لا؟ ودابا ما نقولكش ما كثر من هذا الشيء، وجالسين في الكنازه والناس سميتو ودايرين هكا، كل واحد داير قاب التليفون ديالو. انا شفتها في كنازه بيتصوروا سيلفي. ده سيلفي الكنازه ده ولا ايه؟ سيلفي الميت. ودار شي نكته وكيضحك عليها وكيدير هذا. تا ديك الطقوس، حنا ملي كانت الكنازه قبل كلشي حازم، كلشي كتلقى كلشي عندنا مبوص، كلشي مقوبر كيتسنى هذا قاطين. ودابا ما كاينش، كتولي كنازه بحال كتمشي. ولا واحد المشكل واحد اخر، حتى العرس كنمشيو للعراسات كنا نمشيو لابسين وضحكين تنوض تشطح. دابا ما يمكنش تنوض تشطح في العرس، تنوض تشطح يصورك. دابا المشكل كنا نمشيو للعراسات فرحانين والعائله وكلشي ضحك كلشي ناشط وكلشي، وليتي دابا كتصور وتخاف وغدا يحطوك يقول لك شوف الرقصه ديال هذا. تلقى اش باقي تحضر للعرس؟ حتى الماكله، حتى الماكله كنت كتكون في الطابله كتولي تصور، كتصور الماكله. كاين واحد مسكين ما لاقيش ياكل وانت كتصور انا كناكل اللحم، انا كناكل هذا، انا مشيت لهنا، انا مشيت لهنا، انا مشيت لهنا. راه هادشي وانت كتكون في العرس كتولي عند الحاج جوجل، داخل عند الحاج جوجل والحاج جوجل كيفرح بيك وداك الوقت كيلونسيها. لا بزاف لا كاين شي حوايج زعما نحاولوا غير نراجعوا. عاد حكيت ولا حرج الفوحان. هذه عندي، هذه كلهم كله. وعاد النميمه عندنا تبارك الله الصبي عندنا غادي يعمر النميمه الالكترونيه. يقول لك الذنوب هزينهم هذا هو اللي كاين. وكاين اللي كيجي مسكين ما عليه حتى شي حاجه، رماوا ليه التصويت وما عنده حتى شي حاجه، وطلقوا عليه اشاعات وطلقوا عليه هذا ومشى، وحنا كنزيدوا هو كيقول ليه راه كاين هذا، وحنا كنقولوا زيدوا، وحنا غاديين كنزيدوا وحنا كنزيدوا في المناكير وفي المعاصي. راه كيجي الواحد لا زعما كارثه عظمى. لا هو نستغلوا في الحاجه اللي زوينه، ونحاولوا لا الاسر لا الدراري ولا يحاولوا يتلموا مع العائلات ديالهم، مع الاباء ديالهم، مع الجيران ديالهم، ويجبدوا مسائل اللي كينحطوا تليفون يديروا كل نهار، واخا غير واحد الساعه ولا ساعتين بدون تليفون، وخلي داك الشيء تليفون ويجبدوا مواضيع غير يحيوا الراحي وينتعشوا ويحسوا بانهم من الكوكب ديال الارض. دابا هذا الكوكب ديال التكنولوجيا داو ما بقاوش. دابا عندي فكره. نعم عندي فكره. احنا ممكن نرجع يعني ايه لزمن معين، مش زمان قوي يعني. لزمن معين اللي بدات تظهر فيه الموبايلات التليفونات. يعني انا هسالك سؤال، اول موبايل مسكته في حياتك كان نوعه ايه تفتكر؟ نوكيا ايه؟ اريكسون. ايوه كان اريكسون داك الكبير بحال توكي وولكي. رقمه ما نعقلش على الرقم الريفيرنس، ولكن كان بحال توكي وولكي دوك الكبار كبير. وكان فيه انا هقول لك غالبا هو اللي انا هقوله. انا اول موبايل مسكته في ايدي كان النوكيا الاريكسون 1018 10 18 ما عرفش انتوا ممكن تقولوها داك اللي هكا وكيتحل فيه الباب في كده ودي اريال كده كاين اللي كبير بحال داك وفي الكبير الشبشب ده الصندله ده وكنا فرحانين تمشي كده والله كان يقع مني في مصر تحت مقطوره ما عرفش المقطوره بتقول عليها ايه تحت ترن ترن العربيات المقطوره الكبيره دي اسمها ايه؟ سميتو ك
كاميوات ايوا والله وين تحت الكاميو دي اه ما فيش خدته الاريال بتاعه تعوج رحت عدله قالوا يا محمد انت فين وكان عندنا داك نوكيا بيل كان كينفع حتى ملي تبغي تحل الباب وما كتلقاش الضو كدير داك نوكيا بيل كتشوف السقطه ديال الضو باش تحل الباب كان اركاتيل كان واحد المجموعه ما كانت فينا صور ما كانت فينا صور ولا حاجه قالوا هما قالوا صافي وتجيبوا في الحزام يابا وتجيب المشبك بتاعه ده عشان تفضل ماشي تحس انت ماشي بالسلاح وكان في جوج ديال شوف احمد النور كان فيه جوج كان فيه الخضر اه الاخضر والازرق والاحمر باين غالبا الليموني اه والله هو غير ولا في باك جراوند يابا ولا تنجان الامتياز ديالو كانت فيه النميمه بدون تصوير احمد كتنمم فيه بدون تصوير كان كان بحال الحقنه والبيسي داك الكبير الشاشه كبيره الكمبيوتر انا عايز اقول لك ان داك لي سنترال هقول ثواني في كاين دلوقتي عندي في مصر كمبيوتر اسمه صخر ما اعرفش حد يعرفه ولا لا ده من اوائل الكمبيوترات اللي طلعت عنده الظهر ديالو واحد الكرش قدا هو والكيبورد بتاعته تحط لها ديسك ديسك توب ديسك كان بيحمل ديسك كان زوين كان زوين ولا سيدي هاد بقى ايوا ديسك عرفتي راه حنا النهار اللي قالنا بابا غايجيبوا لنا ما نعسناش يومين وحنا كنتسناوه هو غادي يجي على البيسي هو غايجي اليوم هو غايجي غدا هو وكان كيجي خاوي تماك وحط الروب جنبو هو هذاك اللي كيدير لي ميتي سنترال كان كيجي خاوي وتوصلوا بقى من التليفون عاد كيجي كيجيو يصوبوه لنا ويجي يصوبوا بقاو نتسناو ويانستاليو هاد عرفتي كان واحد والويندوز يقع وتجيب واحد لا نديرو عليه النوبه وبالليل نخليو ماما تنعس ماما كتشوفنا غير من الضو وتجي تجيب واحد الصندالة تلقانا فايقين وتبدا علينا احنا عندنا بقى لما جبنا الكمبيوتر ده وبدا يخش حوار النت كان عندنا التليفون اللي هو بيلف ده احنا ما كانش فطبعا النت انت نت البيت قبل حوار الـ 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 النت بقى دلوقتي يعني النت من تليفون من خط البيت كان بيسحب فلوس بزاف يعني فكنا بناخد الخط بتاع البيت اللي بيبقى محطوط في التليفون ونحطه في الكمبيوتر نخش كان لسه بقى يبدا على النت بنعمل حاجات كده انا مش كنت مش فاكر تسمع صوت دخلت على النت فجأة بقيت نفسك على النت خلاص تمام طبعا الحوار بدأ يزيد الفاتورة بقت تيجي ما اقولكش ابويا بدأ يعمل لنا حاجات وحشة في البيت راح جايب قفل عارف القفل وراح قافل البتاع ده ايه قافل التليفون وراح رابط متعرفش حطه جوه بتاع حديد باين عشان ما حدش يخلع السلك لا ديلي هذا مش غادي غير انتما تحنا وكان ياخد التليفون عنده في اوضه النوم واحنا راه داروا لي وذكر افتح عليه اوضه النوم وخش لا راه حنا داروا لي صندوق صندوق وخلاه غير ديك السماعه اللي كانوا بيحطوا علبه معتقل عنوامر باش ما انا هقول لك حاجه بعيد عن حوار الجو اللي احنا بنتكلم فيها دي انت فكرتني بال في عارف الكولدير اللي بيبقى في الشارع كولدير اللي بينزل ميه ساعه لا كابين ديال التليفون لا 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 كولدير اللي كيعطي الماء برد بيبقى في الشارع بيبقى احنا عندنا في الشارع بيبقى يعني للناس يعني بيبقى الناس مطلعه صدقه لا احنا عندنا خابيات احنا كيديروا شتي بحال ديال في المسجد خابيات ديال الطيب قلنا اللي كتقول انتما قلنا كاين احنا عندنا كولدير بس الناس بتعمل ايه بقى بتربط الكوبايه بجنزير بسلسله عشان ما حدش احنا بنربطوا بالسلسله احنا كنا بنربطوا بالسلسله وكان كيدير واحد الماده كنعيطوا لها القطران ملي كتسميها هذيك كتجي زوينه في كتسمى كتحس براسك كتحافظ هذيك واعره القطران في هذاك هو البنزين ديال والله برضو رجعتنا الايام زمان انت انا كنت طول ما انا هريحك مني قريب بس قبل ما نقفل الفيديو ده بقى عايزين نقول للناس حاجة واحدة انا مستني منكم كومنت تقولوا لي ايه اول نوع موبايل انت شلته السلام عليكم